معنا من الحسكة مراسلنا هجار السيد، كيف هو الوضع في السجن وما حوله يا هجار؟ نعم فضيلة، تغير المشهد كليا منذ ليلة أمس، حيث يشهد محيط سجن الصناعة في حي غيران وأيضا الحي نفسه هدوءا تاما، وبحسب قيادات من قسد بأن هناك نحو 40 مسلحا لخلايا تنظيم داعش مختبئين في أقبية بعض المهاجع. قوات سوريا الديمقراطية تتيح لهم الفرصة لتسليم أنفسهم من جهة، ولا تريد أن تزج بمقاتليها لمحاربة هؤلاء 40، لأنها تعلم جيدا بأنها تحتاج إلى بعض الوقت لتسليم أنفسهم. أما بالمرحلة الجديدة التي قامت فيها قوات سوريا الديمقراطية، فرضت حظر كلي على مدينة الحسكة وقامت بعملية تمشيط في الأجزاء الشمالية الغربية من الحسكة والتي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن سجن الصناعة في الحسكة، حيث تقوم فيها قوات خاصة المعروفة بقوات هات والتي تدربت على يد التحالف الدولي بعمليات تمشيط، تقوم بتمشيط تلك المنطقة بحثاً عن الفارين من معتقلي تنظيم داعش. قوات سوريا الديمقراطية تحتاج لبعض الوقت لإعداد المعتقلين الذين فروا بشكل دقيق. أما بالنسبة لمناشدات الأمم المتحدة، لقد ناشدت قوات سوريا الديمقراطية في اليوم الثاني بأن هناك نحو 700 طفل كانوا متواجدين في حرم السجن وكان لديهم مهاجع خاصة. قوات سوريا الديمقراطية ناشدت أيضا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالنسبة لهؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال لا يتجاوز أعمارهم 12، وكان تلطخت أيديهم بمقتل المدنيين هؤلاء الأطفال. قوات سوريا الديمقراطية ترى بأن الوضع يحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي واستعادة الدول العربية وخاصة العراق وأيضا الدول الأوروبية لرعاياها من الأطفال. بالنسبة للوضع الآن هادئ تماما، لا يوجد أي اشتباكات نهائيا منذ ليلة البارحة. أما بالنسبة للمدنيين فقد سمحت قوات سوريا الديمقراطية بعودة إلى الأحياء التي تبعد عن السجن، لأنها منعت بعض الأهالي العودة إلى محيط السجن في حي البعض. نعم أشكرك هجار السيد من أمام سجن غويران في الحسكة، شكراً.